دابا سريت مع ما هو دفاعي، غندوز للمحور الثاني اللي هو مشكل ديال الكره الثابته. الكره الثابته كما كتشوفوا الاخوان، هذه شكون كاين تما؟ كاين تما زريده. زريده انا اتساءل، زريده شوف انا ما كاينش كنلوم زريده، ولكن زريده الا فيها بون ماتش رقم بالضوء ديالو كما يجب، لعبكم جوال بوليفالون، مره صانع العاب، مره كيلعب في الرواق، مره كيلعب غوليور، رقم بزاف الادوار. زريده سي جوار اللي تقريبا لان دي غار جوار في الماجل اللي هما بوليفالون، يقدر يلعب عليك بزاف ديال لي بوست، وهاد النوعيه ديال اللاعبين مطلوبين بزاف. كنشوفوا دابا اليوم في ريال مدريد لاعب بحال فالفيردي مطلوب في ريال مدريد، ولا تيتولار انديسكوتابل. علاش؟ لان عنده ديك لا بوليفالونس، كيقدر يلعب ليك الوسط، يقدر يلعب ليك في الجناب، يقدر يلعب ليك ميم 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 دومي ديفونسيف، يلعب ليك غولييور، يلعب ليك بزاف ايلي. دابا راك يلعب ايلي ولا متخصص كاع في داك الفلوند، هو خلاه ليه بوحدو، يعني تيبان لك غارمون حتى داك الريندرو اللي عندهم غارمون فاش كيطلع، ولا هو قاضي الغلط، شاد داك الكوروا كامل دغوا. دونك تنظن انه ما كنهضرش على زريده الا فيها تري بون ماتش، ولكن زريده في لي بالاريتي سي با سا، راه ماشي لعاب ديال لي بالاريتي، ما عندوش مع لي بالاريتي، راه كنضيعوا فيهم. وكل مره كنقول هذه النقطه، راه عندنا المدرب خصو يخدم مع لي بالاريتي، راه كنضيعوا في كواري. راه كاين ماتشات اللي غيكونوا مسدودين اكثر من ماتش ديال السوال، وكاين فرق اللي عندهم امكانيات دفاعيه قويه وعندهم حارس بامكانيات اقوى، سو كيف غنلقاو صعوبه باش نماركيو الا ما كناش كنستغلوا الكرات الثابته. دونك زريده كنتمنى انه يكون واحد اعاده النظر في هذه القضيه الكفرات. بعد اول حاجه نبغي نشير لها هي انه الكفرات اللي كيكونوا على اليمين بحال هذه دابا اللي حاط زريده غيضربها، فكنعرف واحد القضيه، انا ماشي راه ماشي في العالم، وها في المغرب، في المغرب الفرق اللي في المغرب تفرجوا في البطوله غتلقى الكفر كيمشي اليمين كيمشي لاكوشي. حنا عندنا كوشي عنده عسليه زوينه، اكثر من هذا عنده مزيان مع لي بالاريتي كيضربهم مزيان، عنده لا فورس دو فراب، عنده البكيه عامره، كيضرب كره مبروسين فرفره، وما كنستغلوش بحال هاد الكور. ما فهمتش انا المدرب علاش زريده، هو زريده خص زريده يبقى يضرب هاد الكور، انما كان الصباط خص زريده، فما فهمتش. فاللاعب اللي كيضرب الاولى والثانيه والثالثه وما كيجيبش العبار، حيت الكفره راه هي العبار، اذا ما عندكش العبار وكتجيبها للراس ديال اللاعب ديريكت، راه خصك تعطي الثقه للكفرات. دونك عندنا فينتيغ، علاش فينتيغ ما يمشيش يضرب هاد الكفره؟ انا اتساءل. غنمشي دابا للكرة الثانية، هادي هي الكرة اللي ضرب زريدة، هي هادي فين غيضربها؟ علاش كندوي على أنه اللاعب خص يكون كيضبط وعندو العبار، إلا ما عندوش العبار ديال الكفرة يعطيها اتساع. شوفوا فين غيضربها، هاي غيضربها للمدافع، باش نعاود نفكركم عاوتاني، 54 و 32 ثانية، 90 ثواني. إذا هنا عفوا، هادي لقطة أخرى، هادي تاهي كفرة أخرى كنضربها، ضربها من اليمين تاهي وضربها المدافع، ماشي بحال ماشي ما عندها علاقه بالاولى، ولكن دائما كنضيعهم. غنمشي للكره الثانيه، هنا دائما كندوي على لي باريتي، لان فتحت دابا الملف ديال الكره الثابته. الكره الثابته غتلاحظوا في الدقه 20 غيوقع خلاف، كانت كفره في الوسط، غيوقع مضاربه شبه مضاربه، نقاش وجدال ما بين ناهيري وما بين بنتيك، بنتيك جي بغى يضرب الكفره. اللي كيفارقهم تما هو حركاس كيهضر معاه، قال لي شوف انت ربما هادي راه المدرب راه عطي تعليمات الوسط، كفره الوسط ديال الناهيري تو المحيدالي، فهمتي؟ والسيد بنتيك عارف عنده الكاليتي باش يضرب الكفره، وعارف راسو انه يقدر يعطي نتيجه للفرقه احسن، داكشي علاش داخل، ولكن هذا سؤال وطلب للمدرب او ميم با. فبحال هاد المسيخ تكون نظمتيها، راه واحد القضيه هنا في هذا الموقف، بنتيك راه غلط، راه اللي خصو يضرب الكفره هنايا هو الناهيري، الناهيري اللي عنده الباكيه عامره هو خصو يبقى يضرب الكفره تاع وستينا، ولكن الكفره ديال الجنب عاوتاني بنتي خصكم تعطيو الحق ديالو، حتى هو خص تعطيو الكفره ديال الجنب. السيد عنده الكاليتي ديال الكفرات، ما خدا حتى وحده ولا وحده، باقي كيحسبوه انسان جديد وحاقرين عليه، ما هادشي ما خصوش يكون فرق، كيخص البقاء للاصلح، تنفيذ الكره للاصلح ماشي للسميه، حيت زريدة عنده سميه وكان معروف ودير بلاصتو من قبل، لا حكا هو الباترون واللي هو الباترون الجديد، ما بغيناش ديك باترونيت، كون بغينا تا باترونيت في الفرقه كنا خلينا لي باترون الاولين. الله يرحم الوالدين، كنتمنى ان المدرب يحسم هذه المساله. الكرات الثابته اللي كتكون على اليمين، يمين الملعب، على جهه لاندو ديال عسري انفلوبي بلانتيريور، خاصها بنتيك راه كيتقنوا، واكثر من هذا الكورنيرات اللي كيكونوا على اليمين حتى هما يمشي لهم بنتيك، يضربوا مونفلوبي عنده العسريه مزيانه.
دونك هادو الكفرات ديال اليمين معروف بنتي، الكفرات ديال الوسط الناهيري، الكفرات اللي اغوش اللي تعطيها لواحد ايمن يضربها بروسي، الا كان صبار يضربها صبار، الا كان الا كان الا كان تزريده ما عندش مشكل يضربها بالانتيريور، ولكن تكون يخدمهم مزيان يكون عنده مع بعض انتي يعطيهم لواحد اخر تاهم تفوق فيهم بزاف. انا كاع نفضلوا كاع على زريده اللي هو بوزوق. بوزوق راه عنده واحد العبار اللي كيضرب الكره، انا عنده واحد العبار في رجليه، راه ماشي كيضرب الكره على الله، راه بالدراسه داكشي. دونك ها انت حليتي المشكل، وتنظن بانه غنوليو كنستغلوا الكره الثابته. متاكد المدرب يخدم مع بنتيك في الكفرات اللي على اليمين، ويخدم مع بوزوق الكفرات اللي على اليسار، ويخدم مع الناهير الكفرات اللي الوسط كما قلت الناهيري في فيديو سابق، ما يبقاش يعتمد على لافوغ سباق، لا غير يبروسي غير يبروسي غير يهزها فوق من المدافعين، حيت ملي كتبروسي الكره كتمشي للكون كتمشي مكادريه. غير بروسي راه عندك القوه في رجليك، راه انت عندك بروسي راه عندك عندك الجهد، وغد يتخدموا مع هاد الثلاثه الكفرات غنوليو كنقتلوا لي بالوري. نتمنى انه هاد الفتره ديال التوقف تخدم في هاد المساله، وهاد الشيء بحال هاد المسائل ما تبقاش توقع، تكون موزعه المهام. هنا كنجي ديما لي بالاريتي، هذه اول كره سي زريده غادي يهديها الله، ما عرفتوش المدرب بدا كيغوت عاق بانه كيضيع فيهم. وصلنا الدقه 38 كان داز جوج ثلاث كفرات ثلاث كورنيرات، هذا اول كورني تيقول ليه لعبوا قصير، لعبوا مع بوزوق، وفعلا لعبوا مع بوزوق. بوزوق غادي غادي يعطيها المكعازي، كان ان اونتري دو لا سيرفاس وغيدير واحد السونتاج كان خطير، كون خرجوش كورنير. هنا تسبب لك بانه حاجه اللي قلناها من قبل، الكورنيرات وحتى الكوفرات انا مادا بيا نبقاو نلعبوهم قصان، لان ما عندناش القامات اللي كيتهزوا على الكوار. راه كوره وحده اللي ضرب اللي ضرب الهدهودي براسو اللي هي اللي رجعها لكون، وعاود ضربها هو بالسيزو ومشى لها جريده براسو مارك البي الثاني. هذيك هذيك راه شحال هذه ما بقينا شفناها. الهدهودي راه كيضرب لك كوره في 6 شهور تعوج عليه، شاك ماتش غادي يبقى يضرب لك بالراس، راه حتى هو ما كيكادرش كيضرب الفوق. دونك من الاحسن نلعبوها قصيره وندخلوا بها الكاري، ربما نجيبوا بها بينالتي، ربما نديروا بها سونتاج على لونتري دو لا سيرفاس، ربما سونتاج بوينت بينالتي يجي واحد تلاقى معاها. فها انتم الكره اللي لعبنا قصيره بحال هكا خلقنا بها الخطوه، ها هي شتيها الكماله ديالتها. راه بوزوق حتى هو غيعطيها للمكازي، ومكازي غادي يهزها للكاري. هنايا كورنير، اول كورنير غيمشي زريده يخوي الطريق وغادي يخليها لبوزوق، غيضربها بوزوق العبار اللي عند الراس ديال هاي هاي. شتيها حنا في 38 38 دقه 38 27 ثانيه 38 و30 ثانيه، راه واش عبار ولا ماشي عبار؟ بوزوق عنده العبار، ملي كنقولها راه كنعرف اش كنقول، وتفرجوا فيه وعاودوا اللقطات ملي كيعطي باس طويل كيعطيه عنده عبار، يعني حتى عطيتيه كورنير جات معاه. شوفوا فين ديريكت هومو، شو شحال من مدافع كاين، حتى واحد فيهم ما قرب ليها ما وصل لها، مشى ديريكت هومو للراس ديال الهدودي، تهز الهدودي مزيان ضربها براسو راه عذب الكون، الكون خرجها بالزز. ها هي غادي يخرجها الكون وغادي يرجعها زريده سميتو، غادي يرجعها الكون وغادي يعاود عاوتاني الهدودي يردها بالسيزو، وغادي غادي يمشي لها زريده براسو غادي ماركي. هذا هو هدف التعادل، فالحمد لله. لا سويت لا سويت هنايا ساليت مع المسائل، مع المسائل ديال الكره الثابته كنتمنى انها تصلح، راني قلت بيت القصيد. بغيت غير نرجع لهذ الكفره هذه، هذا بينالتي بينالتي عباد الله، واضح هذاك الرحيلي ولا الرحالي الرحيلي يمكن اسمه، غادي يدفع بيديه بيديه غادي يدفع احتراف، وشايف هالكون لابيد ديال التوش ماهش الرايع، ولا بيد الفار منباش الحكم ديال الوسط، باين بينالتي اللعمة هاي. غادي غنبين لكم بكاميرا خلفيه وغتشوفوا المنكر. شوف شتيها فين دافعوا بيديه، شي اليد اللي خدامه ماشي الكتف، اليد اليد اللي دفعات سميتو حدراف دفعاته من لاكاج توغاسيك، دفعوا من الصدر ديالو، من صدرو دفعوا من القفص الصدري، دفعوا لاحوا ليه لاحوا شنو لاحوا. هذا بيلانتي حيت عطاوهم بيلانتي، لا ما نعاودش نعطي بيلانتي، ما فهمتش انا الظلم اللي كاين في هذا البلاد. دونك هنا ساليت مع لو فولي اللي هو ديال الكره الثابته. دابا توت سويت كاين عندي القذف من بعيد، مشكل الثالث اللي عندنا مشكل ديال القذف من بعيد. القذف من بعيد ماشي هذا الماتش، الماتشات هما هذه ربما اخر لعاب داز عندنا كيقذف من بعيد، راه هو الراقي. ملي جلس الراقي ما بقيناش كنشوفوا قذافات من بعيد، عندنا اشكاليه.
هنا كنشوفوا الكره مرتاح سي مكعازي ان اونتري دو لا سيرفاس جليسها ليه حدها بوحدو، يعني انه يضربوا على خاطرو شوفوا فين غيصيفطها، شافين صيفطها. هذه السبب ديال شنو؟ هذه السبب ديال غير الرهبه والخوف، لانه شنو واقع السي مكعازي؟ السي مكعازي دابا تلقى بقى كيفكر بزاف، وملي كتكون عندك كره وكتبقى تفكر بزاف كتعطل كيجيو يخطفوها لك او كيضايقك شي واحد كيتولي مخربقه مخلطها باش تحيدها. دونك كون خدا لا ديسيزيون اديكوات وكانت عندك الزعامه ديال التير، راه هذه عنده اتساع هنا فين ينزل على مها مزيان ويكادريها مزيان. اذا الكره ضاعت لقات من بعيد ما كاينش، حتى هو كنتمنى انه يتحل المشكل ويتنبهوا ليها. دابا ساليت مع السلبيات، هادشي اللي بان لي انا كسلبيه